قول لي زمان، ارجع زمان من سنه بالظبط، سالناكم على موقع موبيزل ايه افضل الموبايلات في كل فئه سعريه. بص كده كنت ممكن تشتري ايه باقل من 3000 جنيه؟ ريد 200 نوت 11 اس، سي 25 اس، وكمان في اي 12 وام 12. والموبايل بقى الشبه متوسط اللي كان باقل من 4000 جنيه كنت ممكن تجيب ريدمي نوت 10 اس، الاي 22، ريدمي نوت 10، الانفينكس نوت 10 برو، وريلمي 8 5 جي. يعني موبايلات كلها جامده. افضل موبايل متوسط بقى كان اقل من 6000 جنيه الاي 52، الريدمي نوت 10 برو، البوكو اكس 3 برو اللي مبيعات كبيره جدا، ورينو 6 4 جي وغيره. كان بقى الموبايل المتوسط العالي الاقل من 9000 جنيه كان الاي 52 اس، ال 11 تي، البوكو اف 3، الريلمي جي تي ماستر اديشن، والاوبو رينو 6 5 جي، والاونر 5. دي كانت الاسعار من سنه بالظبط، وكان في منافسه قويه بين الموبايلات وقتها. اما بقى سنه 2022 فهي كانت سنه مش الافضل بالنسبه للموبايلات بسبب مشاكل الاستيراد وارتفاع سعر الدولار. اسعار الموبايلات حرفيا بتغلى كل اسبوع اسبوعين. وانت عندك دلوقتي بقى في تسعيرين، التسعير الرسمي والتسعير بتاع الضمان الدولي بتاع التجار. بص، بالنسبه للتسعير الرسمي فعندك اربع شركات بس اللي تقريبا شبه شغالين دلوقتي، سامسونج، شاومي، وفيفو، وريلمي. دول الاربع شركات اللي تقريبا لسه بينزلوا لك موبايلات بضمان محلي بسعر رسمي بلستة المفروض ان الموزعين اللي هم التجار يلتزموا بها. وعندك بقى سوق موازي، سوق الضمان الدولي. الموبايلات كلها بقت تيجي من بره، الموبايلات اللي ما نزلتش مصر اصلا بشكل رسمي، والموبايلات اللي نزلت بشكل رسمي التجار بيجيبوها من بره بضمان دولي اللي هو ضمان المحل 30 يوم او 45 يوم لو حصل له حاجه. بعد كده يا باشا الموبايل بقى ايه، عيش معايا في تصليحه لو لقيت له قطع غيار. طيب، واكتر موبايل موجود في السوق بيتفاوت سعره دايما بسبب تغير سعر الدولار هي موبايلات الايفون، اللي حرفيا تسعيرها بيتغير كل يوم او يومين بسبب السعر المختلف للدولار في السوق السوداء. ليه؟ لان التجار بيجيبوا الدولار من السوق السوداء ويشتروا الموبايلات دي ويدخلوها تهريب وهكذا، فبيخلوا البضاعه عندهم. اول ما الدولار يعلى في السوق السوداء تلاقي الايفونات رفع. طبعا ولو الدولار نزل في السوق السوداء الايفونات ما بتنزلش، دي القاعده العامه اللي احنا لحد دلوقتي شايفينها. طيب، السؤال دلوقتي، هل انت اشتريت موبايل جديد الفتره الاخيره؟ جاوبني كده في الكومنتس عشان انا بحب اعرف رايكم دايما. ولو انت كان معاك موبايل اشتريته في 2021 ولسه مكمل معاك لحد دلوقتي ومبسوط منه، اتمنى ان انت ما تغيروش، وتقول لي برده نوع الموبايل في كومنت ورايك فيه لحد دلوقتي. طيب، حلقه النهارده حلقه بنعملها مره كل اخر سنه، وهي ايه اكتر الموبايلات اللي اتعمل عنها بحث في 2022. تعالوا نشوف اعلى 30 موبايل الناس دورت عليهم وبالتالي الناس مهتمه ان هي تشتريهم، ونشوف برده اخر سعر للموبايلات دي بتاريخ النهارده. فلايكك الجميل واعمل شير للفيديو، ويلا بينا نبدا الحلقه. اعلى موبايل بحثا في 2022 كلها هو السامسونج جالاكسي A52S 5G. اتعمل عنه حركات بحث 10,684,468 مرة بحث، وده اعلى موبايل موجود حاليا من ناحية البحث في 2022، بالرغم ان الموبايل ده كان نازل من 2021، بس الموبايل ده اثبت جدارته وكان لحد سعر 8-9000 جنيه ممتاز جدا. بس للأسف السعر اللي وصل له A52S دلوقتي خلاه مش منافس تماما، او مش عارف بقى منافس ولا لا، ما هي كل الموبايلات غليت. سعره حوالي 12500 جنيه النسخه ال 128، وممكن تلاقيه بسعر لحد 13500 جنيه على حسب بقى المحل وقسط ولا كاش والحاجات دي كلها. فطبعا سعر غالي جدا، وكانت في ناس مستغلياه اما كان ب 8-9000 جنيه يقول لك لا مش هجيبه. شوف سعره وصل لحد فين. تاني موبايل معانا هو الايفون 13 العادي، اتعمل عنه بحث 10,280,354 مره بحث. الايفون 13 العادي عادي ولا هو برو ولا هو برو باكس، سعره دلوقتي للنسخه ال 128 حوالي 29,000 جنيه. طبعا الرقم ده كنت بتشتري بيه زمان اعلى فلاج شيب، دلوقتي انت يا دوبك بتشتري ايفون 13 ابو كاميرتين معمولين على دياجونال كده، فالوضع صعب جدا بصراحه يعني. طيب، ثالث موبايل معانا وهو الايفون 11، والايفون 11 اتعمل عنه 10,144,181 مره بحث. والايفون 11 بيرتب كل سنه من ساعه ما نزل لحد دلوقتي في اعلى موبايلات بحثا، وده ليه؟ لان هو ارخص ايفون ممكن تشتريه. ايفون 11 اللي هو يعتبر ارخص ايفون ممكن تشتريه، سعره دلوقتي للنسخه ال 128 جيجا 17,000 جنيه، وده اقل سعر ممكن تلاقيه، لان انت ممكن تلاقيه ب 19,000 وب 20,000 على حسب بقى شريحه ولا شريحتين وعلى حسب حاجات كتير. فانت متخيل ان انت عشان تشتري ارخص ايفون بشاشه مش حلوه بس بكاميرا معقوله واداء معقول وبطاريه مش حلوه هتدفع 17,000 جنيه. ندخل على رابع موبايل وهو الايفون 13 برو ماكس. الموبايل
كده ببحث عنه 9,995,751 مره بحث. طبعا كلنا عارفين ايفون 15 برو ماكس موبايل جامد جدا ومتكامل لحد كبير حتى بعد نزول الايفون 14 برو ماكس، فلسه ال 15 برو ماكس موبايل ممتاز جدا من كل النواحي تقريبا، بس للاسف سعره رفع مع رفعه الايقونات كلها، واقل اقل سعر ممكن تلاقيه النسخه ال 128 جيجا 40,000 جنيه ده اللي لقيته بالسعر ده، لان انت هتلاقي برده في استعباط في سعره وفي ارتفاع عن ال 40,000 جنيه كمان. مش عارف اقول لك ايه، ندخل على اللي بعده. السامسونج جالاكسي اس 22 الترا افضل موبايل اندرويد نزل في 2022 من وجهه نظري، اتبحث عنه 8,354,021 مره بحث. الاس 22 الترا موبايل اللي هو اللي انا ماشي بيه ده يعتبر موبايل متكامل لحد كبير، بعيدا بس عن شبكه الواي فاي الضعيفه حبتين ثلاثه وسرعه الشحن البطيئه شويه، يعني ساعه وربع تقريبا بالشحن ال 45 واط، بس عموما الموبايل ده بيقدم لك تجربه كويسه جدا. موبايل ده دلوقتي الضمان المحلي بتاعه بحوالي 38,000 جنيه للنسخه ال 256 جيجا و 12 جيجا رام، في منه ضمان دولي هتلاقي ارخص تقريبا ب 32 او 33,000 جنيه. لو واحد يقول لي اجيبه ولا ازود واجيب 13 برو ماكس، هقول لك لو انت ما يضايقكش موبايلات الاندرويد فاكيد تجيب، لو انت طبعا يعني ناوي تدفع فلوس كتير. الموبايل ده هيقدم لك تجربه كويسه جدا مش هيضايقك خالص بالنسبه للايفونات العاليه، الا بس في حته تصوير الفيديوهات اللي لسه الايفونات العاليه متفوقه في الحته دي، انما بقيه الحاجات فبصراحه موبايل ممتاز جدا جدا، بس طبعا سعره غالي زي كل الحاجات اللي غاليه. سادس موبايل معانا الشاومي ريدمي نوت 11 العادي، واللي هنقف عنده شويه. الموبايل ده وقت ما نزل كان بسعر قليل بالنسبه للاسعار بتاعت دلوقتي. الريدمي نوت 11 موبايل عمل مبيعات ضخمه جدا لشاومي الفتره اللي كان الموبايل متوفر وموجود وما كانش في ازمه في الاستيراد وما كانش في ازمه بالدولار، بس بعد الازمه الموبايل ده سعره وصل ل 7700 جنيه النسخه ال 128 جيجا و4 جيجا رام، و 8200 جنيه النسخه ال 128 جيجا و6 جيجا رام، وانا بتكلم هنا على النسخه اللي الضمان محلي مش اللي الضمان دولي، لان اللي الضمان دولي هتلاقيه ارخص تقريبا من 800 ل 1000 جنيه، ده الفرق ما بين الضمان الدولي والضمان المحلي، بس في الحالتين الموبايل غالي. فئه الريدمي نوت رقم من غير اس ولا برو كنا بنجيبها باقل من 4000 جنيه، دلوقتي انت عشان تجيبها هتدفع 7-8000 جنيه. الموبايل اللي بعد كده الرينو 6 4G اتبحث عنه 8,196,558 مره بحث. الموبايل اللي لما نزل قلنا ما اختلفش كتير عن الرينو 5 4G، بس هو موبايل لطيف شبكته حلوه سوفت وير خفيف، باع كتير قوي لما كان ب 6000 جنيه. دلوقتي الموبايل ده مش موجود خالص، ولو لقيته عند حد هتلاقيه يقول لك 10000 جنيه للنسخه ال 128 جيجا مع 8 جيجا رام، ده ايه اللي لقيته، ممكن تلاقيه حتى بسعر اعلى من كده او ممكن ما تلاقيهوش خالص. الموبايل الثامن معانا الايفون 11 برو ماكس. ايوه ال 11 برو ماكس، الناس عايزه تشيل برو ماكس وخلاص، فال 12 برو ماكس غالي، ال 13 برو ماكس غالي، واكيد ال 14 برو ماكس غالي، فيقول لك طب ما اشتري 11 برو ماكس. الموبايل ده اتبحث عنه 7,333,602 مره بحث. المشكله ان الموبايل ده سعره مش رخيص، سعره حوالي 27,000 جنيه النسخه ال 256 جيجا، ده ايه لقيته، انت متخيل؟ ندخل على الموبايل اللي بعد كده الاوبو اي 55، الموبايل اللي حرفيا بيقدم ولا حاجه، هو مش بيقدم اقوى حاجه في اي حاجه. الموبايل ده اتبحث عنه 7,086,056 مره بحث. الاوبو اي 55 اقل سعر ليه هتلاقيه للنسخه اللي ضمان محلي مش دولي، نسخه 64 جيجا مع 4 جيجا رام 6500 جنيه، واحب اقول لك ان الموبايل ده بالبروسيسور جي 35، فحتى ان لقيته بضمان دولي ارخص من كده، خلي بالك انت بتدفع فلوس كتير في موبايل حرفيا هيشتغل معاك كام شهر وهتلاقيه بعد كده بيهنك. الموبايل العاشر الاوبو رينو 6 النسخه ال 5 جي، اتبحث عنه 7,058,745 مره بحث. الموبايل ده كان موبايل حلو بالنسبه لموبايلات اوبو، وهو بدايه موضوع الموبايل البوكسي اللي في نفس الوقت مش بيقدم اي تجربه سيئه، معالج دايمنسي مقبول، شاشه مقبوله، كاميرا مقبوله، شحن 65 واط، بطاريه وشبكه وبصمه وواي فاي ما فيهمش اي مشكله. الموبايل ده كان لحد فتره قريبه بحوالي 9000 جنيه ضمان دولي، لان هو الضمان المحلي بتاعه ما بقاش موجود، دلوقتي هتلاقيه ب 11,500 جنيه النسخه ال 128 جيجا مع 8 جيجا رام، مش عارف بصراحه سعره هيروح لحد فين. موبايل رقم 11 السامسونج جالاكسي 52 7,022,146 مره بحث. ال 52 موبايل عمل ضجه كبيره قوي وقت ما نزل، بس احب اقول لك ان النسخه ال 128 و8 بتاعته دلوقتي بحوالي 10,500 جنيه واكتر، 10,500 جنيه ده اقل سعر ممكن تلاقيه، انت ممكن تلاقيه ب 11 وب 12,000 جنيه ببروسيسور سناب دراجون 720 جي. ما علينا. الموبايل ال 12 السامسونج جالاكسي 12 هو المركز ال 12 واسمه 12، اتبحث
عنه 6,781,483 مرة بحث. الـ A12 كان موبايل بيبيع كتير جدا ايام ما كان بارخص من 3000 جنيه، قعد فترة في رينج ال 3000 جنيه، بس دلوقتي لو لقيته هتلاقيه في رينج ال 5400 للنسخة ال 64 و4، بس ما تجيبوش، خليك في الـ A13، أرخص صنع في مصر مش مشكلة، بس هو النسخة الأحدث من الـ A12. الموبايل رقم 13 الشاومي ريدمي نوت 11 برو، البرو بس، الموبايل ده اتبحث عنه 6,551,537 مرة بحث. الريدمي نوت 11 برو موبايل كان كويس جدا وقت ما نزل، وكان بيتعمل عليه شوية عروض كده، كان 7000 جنيه وحاجات كده. دلوقتي للأسف مش هتلاقيه، واللي لقيته هتلاقيه ب 11000 أو 11500 جنيه للنسخة الصغيرة بتاعته، فطبعا سعر غالي جدا. الموبايل رقم 14 السامسونج جالاكسي A13 اللي أنا لسه قايل لك عليه، البحث عنه 6,021,317 مرة بحث. الجالاكسي A13 اختيار مناسب جدا في ظل ارتفاع الأسعار بتاع الموبايلات كلها، مش بيقدم لك أقوى أداء، وقعدت أتريق كتير على الأداء بتاعه في المراجعة بتاعته، بس هو أما نزل كان نازل غالي، وكان لسه في موبايلات منافسة بتقدم تجربة أحسن. دلوقتي خلاص كل الموبايلات غليت بطريقة هستيرية، فخليك في الـ A13 مش وحش. الـ A13 أقل سعر ليه للنسخة الـ 64 و4 حوالي 4800 جنيه نسخة صنع في مصر، وممكن تلاقيها برضو أغلى من كده شوية. أنا بقول لك دايما على أقل سعر، وأنت وشطارتك دور لحد ما تلاقي السعر ده، وغالبا مش هتلاقيه أونلاين، هتلاقيه أوفلاين في المحلات اللي جنب بيتك. الموبايل رقم 15 الأيفون 12 برو ماكس، اتبحث عنه 5,984,161 مرة بحث. الموبايل ده أقل سعر ليه للنسخة الـ 128 30,000 جنيه، وغالبا مش هتلاقيه بال 30، هتلاقيه ب 31 31 ونص، وانت وشطارتك. وبصراحه حرام تجيب ال 12 برو ماكس بالسعر ده، زود حاجه بسيطه وهات ال 30 لانه فارق كتير في الكاميرا. موبايل رقم 16 الشاومي ريدمي نوت 10 اس، الموبايل ده اتبحث عنه 5,881,401 مره بحث. الموبايل ده كان لحد فتره قريبه قوي ب 6000 جنيه، وكان موبايل كويس، وكنت دايما انا بطلع اقول لك هاته، ما تجيبش الريدمي نوت 11 اس اللي اجدد منه والاغلى منه عشان مش فارق كتير ووفر، وهات الريدمي نوت 10 اس. دلوقتي الريدمي نوت 10 اس رسميا سعره حوالي 8200 جنيه للنسخه الصغيره 128 و6. انت متخيل انا بكلمك عن النسخه اللي بضمان محلي مش بضمان دولي، اللي بضمان دولي هتلاقيها ارخص شويه. الموبايل اللي بعد كده السامسونج جالاكسي A32، الموبايل ده اتبحث عنه 5,860,650 مره بحث. الموبايل ده كان بيبيع كتير لحد اما الجالاكسي A23 نزل. الـ A32 موبايل معقول جدا، بس كنت بقول ان البروسيسور بتاعه مش افضل حاجه، وكنت بقول ان الكاميرا الخلفيه بتاعته مش افضل حاجه، بس ما علينا. الموبايل ده سعره دلوقتي حوالي 8200 جنيه للنسخه ال 128 جيجا و6 جيجا، غالي جدا طبعا. الموبايل رقم 18 الشاومي ريدمي نوت 10 برو، الموبايل ده اتبحث عنه 5,771,997 مرة بحث. مش عايز احبطك واقول لك ان اقل سعر للنسخه اللي بضمان محلي 128 جيجا و6 جيجا رام من الموبايل ده ب 8900 جنيه. الموبايل رقم 19 السامسونج جالاكسي A23 اللي لسه قايل لك عليه من شويه، اتبحث عنه 5,741,534 مرة بحث. اقل سعر هتلاقيه ليه للنسخه ال 128 و4 حوالي 6200 جنيه، وممكن تلاقيه ازيد من كده شويه. الموبايل ده على فكره اختيار كويس من سامسونج في الفئه دي، مش وحش، مش هيزعلك قوي يعني. الموبايل رقم 20 الاوبو A95، اتبحث عنه 5,692,090 مرة بحث. موبايل اللي مش مميز في اي حاجه، وسعره دلوقتي للنسخه ال 128 و8 حوالي 8200 جنيه. الموبايل رقم 21 السامسونج جالاكسي A22، الموبايل اللي كان لطيف جدا في فئه ال 3000 جنيه، بس غالي مع اللي غالي، اتبحث عنه حوالي 5,536,837 مرة بحث. سعره دلوقتي اقل سعر هتلاقيه حوالي 5800 جنيه، وممكن تلاقيه ب 6000 و6200 جنيه، طبعا غالي مع اللي غالي. هو احسن من الاي 23 لو لقيته بسعر معقول. الموبايل رقم 22 السامسونج جالاكسي A73، الموبايل ده اتبحث عنه 5,504,113 مرة بحث. لما كان ب 11000 كنا بنقول عليه غالي، الموبايل ده وصل دلوقتي 16500 جنيه. ايوه زي ما انت سامع، 16500 جنيه. طيب اجيبه ليه وما اجيبش الشاومي 12 تي؟ انا مش عارف، قول لي. الموبايل رقم 23 السامسونج جالاكسي A53، اتبحث عنه 5,485,539 مرة بحث. والموبايل ده هو للاسف البديل الرسمي بتاع ال A52 اس، رغم ان انا شايف ان هو مش بديل ولا اي حاجه، اداؤه بعد فتره اقل من ال A52 اس. اقل سعر ليه 13500 جنيه للنسخه ال 128 و8، وممكن تلاقيه باكتر من كده، بيوصل لحد 14500 جنيه. الموبايل رقم 24 الشاومي ريدمي 10 وال 10 2022، النسختين بتوع اللي هم زي بعض تقريبا، فرق بس 2022 على العلبه، اتبحث عنه 5,468,554 مره بحث. الموبايل ده اقل سعر ليه النسخه ال 128 و4 بحوالي 6600 جنيه، وممكن تلاقيها برده بسعر اكتر من كده. الموبايل رقم 25
2020 الايفون 14 برو ماكس اتبحث عنه 4,548,427 مره بحث، اعلى موبايل من ابل واللي كان سعره 40,000 وكنا بنقول عليه معقول دلوقتي وبعد زياده سعر الدولار في السوق السوداء الفتره الاخيره. اتمنى يا رب سعره يهدى علشان سعر الايفون تهدى شويه او على الاقل ما تزيدش. المهم النسخه ال 128 منه بحوالي 53,000 جنيه او 54,000 جنيه، طبعا النسخه ال 256 ب 57,000 و 58,000، وممكن تلاقيهم كمان باسعار اعلى من كده على حسب اللون وعلى حسب شريحه واحده ولا شريحتين. كان من فتره بسيطه والله يجيبوا عربيه. موبايل رقم 26 سامسونج جالاكسي A33 بحث عنه 4,384,598 مره بحث. الموبايل ده سعره دلوقتي حوالي من 9500 جنيه ل 10200 جنيه. الموبايل ده اللي كان ب 8000 جنيه وما كانش عاجبني. الموبايل رقم 27 الاوبو رينو 7 5G بحث عنه 4,007,661 مره بحث. وده يا باشا موبايل منزلش رسمي في مصر عشان محدش يضحك عليه، موجود ضمان دولي فقط. الموبايل ده سعره حوالي 12,000 جنيه النسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام. الموبايل رقم 28 الشاومي 11T اتبحث عنه 3,917,468 مرة بحث. شاومي 11T كان موبايل ممتاز ايام ما كان ب 9,000 جنيه، دلوقتي لو لقيته هتلاقيه ب 12,500 ممكن اكتر كمان. الموبايل رقم 29 الشاومي ريدمي نوت 11S اتبحث عنه 3,762,888 مرة بحث. ريدمي نوت 11S دلوقتي اقل سعر ليه رسميا بضمان محلي نسخة 128 و6 حوالي 8500 جنيه، تلاقيه ارخص لو ضمان دولي. واخر موبايل معانا موبايل برضو اللي قعدت انصح كتير قوي الحقه قبل ما يغلى، سامسونج جالاكسي M52. الموبايل ده اتبحث عنه 3,594,095 مرة بحث. الموبايل ده سعره وصل دلوقتي 11,500 جنيه، وكنت قاعد بقول كتير قوي اشتروه ايام ما كان بستة واشتروه ايام بكام بتمانية، دلوقتي الموبايل ده 11,500 جنيه. انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه، اسعار الموبايلات غاليه جدا لدرجه ان انا محتار كده في موضوع الاستفتاء الجديد اللي المفروض نعمله على الويب سايت اللي بينزل كل اخر سنه، لان يعني مش عارف اقول لك ايه. افضل موبايل اقتصادي بكام دلوقتي؟ ب 6-7,000 جنيه. طب الموبايل متوسط ب 10,000 جنيه. الموبايلات فعلا غليت جامد جدا، وللاسف لو الوضع هيفضل كده على الاقل ما يزيدش، وده الوضع اللي احنا نتمناه. انا اتمنى اكيد ان الموبايلات ترخص، بس الوضع اللي ماشيين بيه ان مفيش حاجه بترخص، حتى مع عدم وجود حركه بيع قويه زي زمان الموبايلات برده ما رخصتش. نزل شويه عروض وهميه بسيطه في البلاك فرايداي اللي هي ما كانتش عروض بقى، اللي هو كانت الحق قبل ما الاسعار تغلى، وبعد ما البلاك فرايداي خلص الاسعار غليت، كان معناه ان هو ده مش اوفر، ده بس سعر الدولار في السوق السوداء زاد وبالتالي الاسعار زادت بعدها. فانا اتمنى ان الاسعار تهدى تستقر علشان حتى الناس تتأقلم على الأسعار الجديدة للموبايلات الجديدة. يعني خلاص ماشي الموبايل الاقتصادي ب 6000 جنيه اوكي، بس ما تجيش بعد شهر تقول لي الموبايل الاقتصادي بقى ب 7000 جنيه بقى ب 8000 جنيه، كده الموضوع بقى صعب. وبرده ما تفتكرش ان انا موافق على الوضع ده وموافق ان الموبايل الاقتصادي يبقى ب 6000 جنيه و 7000 جنيه، انا اكيد مش موافق، بس الموضوع وصل لمرحلة ان الواحد زهق، كل يوم أسعار جديدة غالية. فنتمنى على الأقل على الأقل ان الأسعار تثبت او تقل حاجة بسيطة، ونقعد كده فترة بحيث الناس تتأقلم على الأسعار الجديدة، لو احنا خلاص ده الوضع الجديد اللي احنا داخلين عليه. سنة 2023 بدايتها مع الموبايلات اكيد مش لطيفة، مفيش حاجة رسمية نازلة قريب عندنا في مصر بشكل رسمي، ومفيش حاجة مثلا عليها عرض جامد، مفيش حاجة خلاص انت شايف ان هي هيبقى سعرها لقطة. فانا مش عارف بصراحة اقول لك ايه، خلينا نشوف ايه اللي هيحصل لما معظم الشركات يبقى ليها مصنع رسمي في مصر. اتمنى يبقى التسعير كويس زي كده الاي 13 والاي 23 تسعيرهم معقول جدا بالنسبة للموبايلات التانية في مصر. واحب اقول لك في اخر الفيديو حافظ على موبايلك جدا، لو موبايلك شغال كويس تحاولش تغيره دلوقتي، ولو انت هتشتري موبايل جديد رخيص شوية حاول تشتري موبايل مستعمل مش موبايل جديد، علشان الموبايلات الجديدة بتزعل قوي. يعني انا عايز اقولك ان موبايل 32 جيجا و 2 جيجا رام في مصر دلوقتي اقل سعر ليه، سواء للريلمي سي 11 للسامسونج اي زيريس ريكور للشاومي ريدمي اي 1 بلس، الموبايلات المضحكة دي ب 3800 جنيه، ده موبايل 2 جيجا رام، انا مش عايز اقولك اداؤه عامل ازاي. فدلوقتي بقى تكتب لي كومنت وتقول لي ايه رايك في الفيديو بتاع النهارده، وتقول لي ايه نوع موبايلك، شغال معاك كويس ولا لا، كان نفسك تجيب موبايل ايه ومعرفتش عشان الاسعار. اكيد تعمل لنا لايك للفيديو لو ما عدتش الاول، وتعمل لنا سبسكرايب لو بتشوفنا على اليوتيوب، ها اعمل سبسكرايب وفعل الجرس كده عشان نظهر لك اول باول، ولو انت بتشوفنا على الفيسبوك اعمل لنا فولو عشان احنا بننزل فيديوهات كتير قوي عن حاجات كتير قوي. اشوفك في حلقه جديده من حلقات موزل، كان معاكم احمد سعيد، سلام.